محمد انت ليك ابن وانا اشتغلت معاه مصطفى. يا سلام. بص قعد هو مصور مدير تصوير يعني، فقعد فتره هو طبعا معلش يعني هو احلى منك كتير طلع على مامته الحمد لله. لا والله بجد. فبعدين شافه مين قال لي انت عارفه ده ابن مين؟ قلت له مين؟ قال لي ابن محمد الصاوي. قلت له مصطفى تعالى انت ابن ادب واخلاق ومهنيه وشاطر جدا ما شاء الله عليه. لا لا ما بيقولش خالص ان انا ابو حتى هو طالب في المعهد. لا بقول لك مش هو اللي قال ولا مش عارف ايه خالص. قلت له لا انت بتستعر بيه. لا هم بيبقوا متربيين على كده الحمد لله، على انه يعتمد على نفسه يعتمد على مجهوده حقيقة. وما يقولش انا ابن فلان يعني احنا بنعيب على الناس اللي بتقول لك انت ما بتعرفش انا ابن مين. ده يبقى يعني سوري يعني. لا هو لدرجه ان في مره بقول له يعني في منتج كده اهوت بتاع فبقول له كده اهوت قال هات ويبقى مش عارف ايه فبقول له مصطفى قال لي يا بابا لو سمحت ما تتدخلش في شغلي يعني خليك والله هو بيحس ان لما بقى في توصيه عليه هو هيخش بقى قليل لكن لما بخش هو بمجهوده بمجهوده فهو يعني. وعندي شماء بنتي مونتيرا برضه ما شاء الله برضه مونتيرا. بص يا محمد انا بحيي والدتهم جدا طبعا لان الوالده هي اللي بتربي طبعا يعني احنا بنبقى مثلا يعني انا كنت شقيتي ديت اللي هي قبل ما اتجوز كنا بنفرش مراتب على الارض وبتاع لدرجه ان الجلاليب بتاعت والدي كنت باخدها منهم عشان يلبسوها وكان يخبط عليا والدي يقول لي يا ابني ما عندكش جلابيه ما عندكش جلابيه ليه؟ ورحنا يوم الامتحان كلنا بالجلاليب. انتوا كنتوا متفقين على كده؟ فهي من اول بقى يلا بقى نطلع بالجلاليب ديت يعني. كان العميد ساعتها الاستاذ فوزي فهم الله يرحمه الله يرحمه لقينا مجموعه داخله بجلاليب جلاليب تعالوا هنا انتوا في ايه؟ قلنا لنا الامتحان. امتحان ايه؟ امتحان ايه اللي بالجلاليب ديت؟ انا مش فاهم يعني. يلا بره. مشينا كده راح منادي على تعالوا هنا انتوا ادوني الباقيه. الفرقه كلنا هنمشي طب مين هيمتحن؟ فقال لي انت بخش بس ما تعملوش كده تاني يعني ودخلنا امتحاننا وكده اهوت يعني. لا كان مجموعه ظريفه جدا جدا يعني حقيقه بعتز بيهم وبحترمهم كلهم يعني طبعا طبعا.